من أديس أبابا ينضم إلينا مراسلنا جابر منصور. جابر، إقليم تيغراي يقول بأنه المعركة لم تنتهي بعد، والحديث عن إسقاط طائرة للجيش وأسر الطيار، ماذا في آخر المعلومات؟ نعم، بالطبع الآن البرلمان الأثيوبي ينعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء أبي أحمد. الجلسة أخذت زمنا طويلا في حديث أبي أحمد. لا حديث حتى الآن من الحكومة الأثيوبية عن سقوط هذه الطائرة وعن استعادة أكسوم. ربما تعتبرها الحكومة ضربا من الخيال للجبهة الشعبية لتحرير التيغراي، خاصة وأنها أسقطت العاصمة مكالي وتسيطر كذلك على كل الأقليم. الآن البرلمان الذي ينعقد الآن كان ألقى باللوم الكثير على أبي أحمد في تأخره في حسم هذه القضايا منذ قبل، خاصة وأنها لها تأثيرات على الأمن القومي، بجعل الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي تتسيطر على كثير من المواقع وتجري انتخابات بشكل منفصل. هذا اللوم أيضا الآن أبي أحمد ما زال حتى هذه اللحظة يرد على ما ورد من أعضاء المجلس بأن هذا كان من باب الصبر والانتظار حتى يرعوي من هم بالجبهة الشعبية لتحرير التيغراي لصوت العقل والعودة كذلك إلى مصلحة البلد. ما يزال أبي أحمد حتى هذه اللحظة يتحدث وتطرق في حديثه بأن الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي تثير الدول المجاورة بضربها لأريتريا أحيانا، وأحيانا بأن يعني تطرق موضوعات لها علاقة بالحدود في الفشقة وغيرها مع السودان، باعتبار أنه عليه أن يسترد هذه المناطق، خاصة وأن المناطق اعتبرتها الدولتين من قبل مناطق تكاملية، وما تزال حتى هذه اللحظة هذه القضايا وغيرها أبي أحمد والحكومة الأثيوبية الآن أيضا ينظرون ومنذ قبل يقولون بأن الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي يجب أن تصنف، أو هناك دراسة الآن قائمة لأن تصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية باعتبار ما ترتكبه من جرائم في أثيوبيا، وربما يتعدى ذلك إلى الأقليم حسب القول. شكرا لك جابر منصور مراسلنا من أديس أبابا.